بالشكل ده كده اهو، فرغتها كده. عندي بقى هنا كده الخيط الصوف،
هستخدمه معاكم وهبدأ ألف عليه. يا ريت اللي لسه أول مرة بيشوف قناتي، أنا آية وقناتي بتعمل إعادة تدوير. لو أنت لسه مشتركتش في قناتي يا ريت تشتركي في القناة، وكمان تفعلي زر الجرس عشان يوصلكي فيديوهاتي كلها أول بأول. وهبدأ ألفها بقى. لفتها كده بأكملها بالشكل ده زي ما شايفين. نيجي بقى للخطوة الثانية، هستخدم برضك نفس هو الخيط كده، وهبدأ ألفه على صوابع إيدي كده. طبعا أحاول إن أنا أكبر إيدي كده شوية كده. هبدأ بقى كده اكني الف لحد المقاس الناحية المعين اللي انا حباه. ابدأ الف كده طبعا، ممكن ان انتوا تستبدلوا بدل ايديكم ممكن تجيبوا اي حاجة كده تكون مدورة وتلفوها عليها. كده اهو هبدأ بقى كده اقص زيادة، بعدين هدخل كده الحبل من هنا. وهبدأ اربطها. طبعا هربطها ربطة قوية عشان ما تتفكش مني، يعني هربطها كده 3 مرات. بعدين هاجي بقى لأي لون تاني. هبدأ كده برضك أربطها مش من النص كده، يعني من أسيب كده سنتي بس كده من فوق. ربطتها بالشكل ده كده أهو. هبدأ بقى كده أسويها بالمقص كده. بالشكل ده كده اهي. طبعا هستخدم بقى منها 4 الالوان بقى مختلفة، ممكن تستخدموا اللون اللي حابينه. هبدأ بقى كده اثبتهم. بالشكل ده كده اهو. هبدأ بقى كده اثبت الورد، ممكن احنا نحط دي كده. هبدأ كده بقى اثبت الورود اللي احنا عملناها. طبعا يا جماعة يا ريت تقدروا شغلي، ان انا تعبت جدا في الفكرة دي، فياريت تحطولي لايكات. نفسي يا جماعة الفيديو دوت يطلع 100 لايك عشان الناس كلها تشوفه. وطبعا يا جماعة انا عملت لها من هنا حلقة علشان اعرف اعلقها. فكرة سهلة جدا ومش مكلفة. قصيت كده بقى مجموعة من شريط الورود ده، وهبدأ اثبتهم زي ما انا عاملاهم كده. ده كده شكلها النهائي، شكلها حلو جدا بصراحة، نزين بيها غرفتنا أو باب الشقة. تيجي نشوفوها كده على الحيطة وهي متعلقة. ده كده شكلها، شكلها حلو جدا بصراحة وتحفة، وكمان تنفع كمشروع. قولولي ايه رأيكم فيها. ياريت ده كان فيديو النهاردة، ياريت لو عجبكم لايك وشير وتشتركوا.
في القناة، فما انت تضغطي زر الجرس عشان يوصلكوا فيديوهاتي كلها اول باول. وطبعا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. باي.